بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. أقيم هذا اليوم سباق الجولة الثانية من سلسلة سباقات النسخة الثالثة من بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل. البطولة ينظمها نادي راشد الفروسية وسباق الخيل وبمشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف أنحاء العالم، وتشتمل على 10 أشواط ستقام خلال سباقات الموسم، وذلك على مضمار سباق نادي راشد الفروسية وسباق الخيل. كما حضر السباق سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. ويأتي تنظيم بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل على إثر النجاحات الباهرة والمكاسب الإيجابية التي تحققت خلال تنظيم المملكة للنسختين الأوليين من البطولة الدولية، إلى جانب النجاح المتميز لسباق كأس البحرين الدولي للخيل واكتساب الثقة والسمعة الدولية في عالم سباق الخيل، وشكلت نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل البحرينية من خلال استقطاب مجموعة من الجياد العالمية ذات التصنيفات العالية وبمشاركة ملاك ومدربين وفرسان عالميين، مما ساهم في تعزيز مكانة البحرين على خارطة سباقات الخيل العالمية. هذا وأقيم ثالث أشواط بطولة البحرين الدولية على كأس الرفاع والمخصص لجياد سباق التوازن مستورد لمسافة 1200 متر مستقيم وبمشاركة كبيرة بلغت 18 جوادا. وشهد هذا الشوط فوز الجواد البحريني روكيت رودني لأسطبل فيكتوريوس وبإشراف المدمر جورج سكوت والفارس كالوم شيبرد بالمركز الأول، فيما جاء الجواد برزان بوليت في المركز الثاني والجواد أنثوم ناشونال في المركز الثالث ثم الجواد البحريني بافرزون في المركز الرابع.